للتذكير فقط فإن الرئيس المصري حسني مبارك قال إثر أحداث أم درمان الرياضية الشهيرة إن المساس بكرامة أي مصري داخل مصر أو خارجها لهو مساس بمصر ذاتها. فهل ما حدث في الكويت لا يندرج في هذا الإطار أم وراء الأكنة ما وراءها؟ لم تنتهي قصة الشراكة الإعلامية بين الأمير الوليد بن طلال وإمبراطور الأعلام المؤيد للصهيونية روبرت ميردوك فصولا بعد، فرغم التبجيل الذي حظيت به عملية شراء ميردوك حصصا في شبكة روتانا المملوكة من الأمير السعودي، تساءل كاتب بريطاني عن أسباب هذه الشراكة. طرح الكاتب البريطاني نيكولاس بيلينكو مجموعة من التساؤلات في صحيفة الجارديان البريطانية عن تركيز إمبراطور الإعلام العالمي روبرت مردوخ على منطقة الشرق الأوسط في هذه الآونة وأسباب هذا الاهتمام، راصدا مشاريع مردوخ الأخيرة في الشرق الأوسط، حيث قام بشراء جزء من أسهم شركة روتانا المملوكة للأمير السعودي الوليد بن طلال كما يشارك في استوديو أفلام أبو ظبي، متسائلا باستغراب لماذا يتجه مردوخ إلى الشرق الأوسط في حين أنه لا يقوم بالأمر نفسه في أنحاء العالم الأخرى، بل إنه في معظم الأحيان يبعث برسائل محسوبة إلى السوق. هذا الاستغراب من جانب الكاتب البريطاني فسره مقال نشره موقع العرب أونلاين بتأكيد أن مردوخ سيستغل التراث الفني المصري في أرشيف روتانا لإنتاج أعمال لمصلحة الاحتلال الإسرائيلي، ويقول إن السطو الإسرائيلي على التراث السينمائي المصري لم يأتي من فراغ بل هو غاية مدروسة. فإلى جانب الأبعاد الثقافية والتاريخية للقضية والعلاقة المزعومة حول دور بعض اليهود في صناعة تاريخ السينما المصرية، هناك وجه آخر للصفقة، وهو أن للفن المصري مكانة كبيرة وخاصة عند العرب، وقد ارتبط ارتباطا وثيقا بصياغة مفهوم العروبة والقومية، وقد كانت الفنون المصرية سينما وغناء أداة هامة لعبت عليها السياسة في صياغة الوجدان العربي، خاصة في الفترات التي شهدت تصعيدا كبيرا في الصراع العربي الإسرائيلي. هل خفي هذا الأمر عن الأمير السعودي الذي أدخل ميردوخ إلى روتانا؟ سؤال لا يزال رغم كل التبريرات مطروحا بقوة في الوسط العربي الإعلامي والسياسي والفني. أطلق الداعية السعودي محمد العريفي كرته نحو المرمى، فتابعها بعض الإعلام السعودي محاولا إيصالها إلى هدفها الحقيقي وهو التطبيع العربي مع الاحتلال الإسرائيلي الذي بات الشغل الشاغل لهذا الإعلام. في مقال نشرته صحيفة الشرق الأوسط السعودية في 11 من نيسان أبريل 2010، حاول عبد الرحمن الراشد الترويج لفكرة العريفي بزيارة القدس المحتلة، وقال أرى أن العريفي محق في دعوته لإنهاء المقاطعة على القدس المحتلة، فالعرب على مدى 4 عقود خدموا إسرائيل بعنادهم الجاهل عندما قرروا المقاطعة بلا تفكير، تركوا كل شيء للإسرائيليين في أغرب سياسة في التاريخ، تلك التي سموها بالمقاطعة من الدرجة الأولى في الوقت الذي يفترض بهم أن يعتمدوا سياسة المزاحمة من الدرجة الأولى. وأضاف عبد الرحمن الراشد أكثر المناطق التي تستهدفها إسرائيل بالتفريغ هي القدس، وحتى هذا حذر العرب على أنفسهم الوصول إليها، وبذلك أخليت للمتعبدين اليهود والسياح الغربيين، وهي تسقط اليوم بالإخلاء شبه الطوعي الذي تسبب به جزئيا القرار العربي بالمقاطعة. وأنهى الراشد في الشرق الأوسط بالقول لم يخطئ العريفي عندما قال إن زيارة القدس فيها تحد للإسرائيليين وتثبيت لحق العرب والمسلمين فيها،
إن منطقة مقاطعة الأراضي الفلسطينية ومنع العرب من زيارتها ومنعهم من التعامل مع أهلها وتجارتها سياسة حمقاء تستحق التحدي. هكذا يقلب بعض الإعلام العربي الصورة، وأصبحت تطبيعا وتواصلا مع الاحتلال ومقاطعة للشعب الفلسطيني والمقدسي تحديدا. أرحب بمسؤول النشاط الثقافي لجمعية مناهضة الصهيونية والعنصرية من عمان السيد علي حتر، أهلا بك. سيد علي حتر، يعني رأيك بالترويج لإنهاء مقاطعة الاحتلال الصهيوني وزيارة القدس المحتلة؟ حقيقة أنا أقول للكاتب أنه صحيح الذهاب إلى فلسطين ليس تطبيعا إذا كان تسللا على طريقة مقاتلي المقاومة، أما إذا كان يأتي من خلال السفارات والفيزا ومن الاستمارة تحت سيطرة الشرطي الصهيوني فهو لا يعني أنني أثبت ملكية الأرض، هذا يعني الاعتراف بسلطة هذا الكيان على الأرض التي اقتصبها، يعني الاعتراف له أنه يحق له التحكم فيها وإدارة شؤونها. نعم، ولكن سيد علي حتر، هل المقاطعة فعلا هي وراء سياسة التهويد والاستيطان الصهيوني؟ الصهاينة جاءوا بمقاطعة أو بدون مقاطعة لتهويد المنطقة والاستيلاء عليها، عندما جاءوا عندما تحرك هرجل في القرن التاسع عشر لم يكن هناك مقاطعة. نعم السيد علي حتر، شكرا جزيلا لك على مشاركتك معنا في هذه الحلقة. الشكر لكم مشاهدينا الكرام على حسن متابعتكم، تحياتي، حتى نلتقي.